عليكم ورحمة الله وبركاته. فقدت الكويت اليوم الاثنين العم خالد عبد الله الحمد الصقر، شخصية وطنية بامتياز وجديرة بأن تكون نموذجا للأجيال القادمة. استرك بصمات واضحة داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكان الفقيد الكثير من الإسهامات الوطنية، حيث أمضى 20 عاما بغرفة تجارة وصناعة الكويت، عمل فيها بجهد وإخلاص، وشهدت الغرفة خلال تلك الفترة إنجازات عديدة. وتقلد الراحل مهام عديدة أبرزها رئيس مجلس إدارة أسمنت بورتلاند كويت، مدير عام عضو منتدب، ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعضو مجلس إدارة جريدة القبس. تبرع المغفور له العم خالد الصقر بمبلغ 4 ملايين دينار كويتي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية والعلاج التأهيلي في مستشفى الأمراض الصدرية التي تشمل كل المتطلبات والتجهيزات، وحمل المشروع اسم المرحوم هشام عبد الله حمد الصقر، ليعكس بذلك قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويؤكد روح المواطنة الإيجابية التي جبل عليها أهل الكويت. كما واصل رحمه الله مساهماته في دعم وتطوير القطاعات الصحية المختلفة، وقام بتدشين وإقامة مركز هشام عبد الله حمد الصقر للقلب في توسعة جديدة لمستشفى الأمراض الصدرية، وذلك انطلاقا من الإيمان بأهمية تقديم أدوار وطنية والمساهمة في بناء المجتمع، حيث جاءت تأكيدات الصقر على دور الواجب الوطني والمجتمعي في إقامة وتدشين الخدمات الصحية. والقبس التي آلمها هذا المصاب الجلل تتقدم من أسرته الكريمة في فقيدها الراحل بخالص التعازي، داعية للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.